الحمد لله ان الواحد يتاهل اولمبياد باريس 2024، ودي كان اول مره في تاريخ التاديف ان في حد يتاهل. وما حصلش نصيب في الاولمبياد اللي فاتت ان كان في سكيف بي ار 2، ما حصلش نصيب، بس السنه دي ان شاء الله البي ار 3 ميكس ولاد وبنات تم التاهيل الحمد لله من بطوله افريقيا، والبطوله ما كانتش سهله ابدا والحمد لله الواحد يتاهل. اما بالنسبه للاستعداد، هو طبعا الدكتور عمرو النوري واللي هو محمد نور وكابتن احمد قوطه عاملين معسكر مغلق لينا تام، طبعا ما فيهوش اجازات ولا اي حاجه، ولكن الحمد لله يعني الواحد قد المسؤوليه، وان شاء الله زي ما رفعنا علم مصر في البطولات اللي فاتت نرفعه ان شاء الله في البطوله الجايه. احنا بنتمرن الفجر الساعه 5 الفجر، بنبقى في الميه، والساعه يعني من 3:30 للساعه 5 بنبقى في الجيم. طبعا تاهيل واعداد بدني ونفسي يعني قوي جدا باذن الله علشان نستعد لاولمبياد باريس باذن الله. طبعا الاهتمام السنه دي من معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي غير كل سنه، لا الدعم المرة دي دعم قوي جدا، الاهتمام عالي جدا، من اول سيد رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحد رئيس الاتحاد الدكتور عمرو النوري. احنا حاطين الخطة بتاعتنا الحمد لله من بعد التأهيل على طول، من بعد شهر 10، فالحمد لله ان شاء الله عندنا معسكر بعد يومين بالظبط في اسماعيلية مدته 35 يوم. كان في تمرين مع المنتخب طبعا اللي هو مرتين في اليوم، بنتمرن ميه وارجوميتر وجيم وكل حاجه، وبيبقى في لعيبه اللي هي مثلا لايت ويت بتلتزم باكل معين وكده عشان تحافظ على صحتها ووزنها. طبعا كلنا النهارده مع مركز تدريب المنتخبات علشان نشوف ولادنا ونقول لهم احنا قربنا السنه دي 24 يناير، يعني داخلين سنه الاولمبيكس، كلنا دعم ليكم، كلنا مسانده ليكم. سنة الحياة دايما بنشوف الأفضل يكون موجود. التنقية للمنظومة الرياضية ده شغل وعمل الجزء الحكومي، لكن لا تدخل للحكومة في طبقا للمواثيق الدولية في العمل الأهلي الفني المرتبط به، يعني ما يرتبط به فنيات الاتحادات الدولية أو حتى لجنة أولمبية، لكن أكيد إحنا بنحط الخطط والمستهدفات اللي بنمشي وراها لاسم وشكل ومضمون الرياضة المصرية اللي بندعمها.